السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله غادي نحضر معكم قهوه كابتشينو في المنزل، كتجي رائعه. كنتمنى تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وغير ثلاثه المكونات، سهله ماشي مكلفه وكتصدق معاك، وتحتفظي بها في المجمد، وما وقت ما بغيتي القهوه كتلقايها. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير. غادي نحتاجو هنا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندي هنا كاس ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الماء. هادشي اللي غادي نحتاجو. ندوزو دابا للطريقه. بالنسبه للقياس، ضروري كيكون متساوي باش كتجينا ناجحه. ضروري الكميه كتجي قد قد. بالنسبه لي انا، عبر هنا كاس ديال العنبه، دايره كاس من كل حاجه ضروري. بسم الله. كاس ديال السكر سنيده، غنضيف عليهم كاس ديال الماء، وغادي نخلطهم بالطراب ضروري باش كيطلعوا ليا بحال شكل كريمه. كنبقى نخدمهم مزيان حتى كنشوفها طلعت بحال شكل انموس، وديك الساعه كنحبس. انا غادي نبقى هكا حتى تطلع ليا مزيان وتولي على شكل كريمه. ديك الساعه كنتوقف. ضروري كتكون عاقده مزيان، ديك الساعه كنضمن انها نجحات معنا. كنعطيها الوقت الكافي تطراب، وكندير اقصى سرعه باش كتخدم ليا مزيان. كما شفتوا اللون بدا كيتفتح ليا وبدات كتعقد، ما بقاتش كيف الاول. صافي دابا ان شاء الله غادي نتوقف ونوري عليكم كيفاش جات. شو معايا، هذا هو كابتشينو بعد ما طلعته بالخلاط ولا متماسك. ها هو باش تعرفوه طلع، ها هو ولا عاقد. وهذه هي الكثافه ديالو. جا بحال شكل كريمه طالعه وعاقده مزيان. ان شاء الله ندوزو باش نقول لكم كيفاش طريقه الاحتفاظ ديالو. غادي نحتفظ فيه بالمجمد فين ما كنبغيه، كنجبدو وكنهز منه القياس اللي بغيت. غنديرو هنا فواحد البواطا، وغادي نخوي هاد الكمية اللي عندي. بحال هكا
كنقادها مزيان. بالنسبه ملي كنديروها في المجمد راه ما كتجمدش. الناس اللي غايقولوا لك لا راه كتجمد ما نقدروش نستخدموها. صافي بحال هكا وغادي نسد عليها، ومنين نبغيها كما قلت لكم راه كنجبدوها، كنخوي عليها غير الحليب يكون مغلي. هذا هو الشكل ديالها. غادي نقدمها معكم باش تشوفوها. جبت هنا لي طاس وعندي الحليب هنا مغلي، ها هو. غادي نخوي معكم باش تشوفوها. بسم الله كندير القياس اللي بغيت، ملعقه يا جوج، كاين اللي كيبغيها خفيفه كاين اللي كيبغيها قاصحه بحال هكا. وغادي نخوي الحليب الكابيتشينو عندنا واجد. وبالصحة والراحة، وكنتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها. راه كتجي بحال ديال القهوة تماما، وتقدموها راه كتجي كريمي. ها هي وكتذوقوا القياس. الا كان خاصكم السكر بطبيعة الحال كتزيدوا الكمية ديال السكر على حسب الذوق. وها هي واجده عندنا غير في البيت، وسهله وفي المتناول وغير مكلفه. وهذه كنحتفظوا فيها في المجمد. وبالصحه والراحه، وكيف العاده ما تنساوناش من لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم كل جديد. وشكرا.